ثالثا يقال بأن الحب ألوان وأشكال وأنواع عندما ينظر إليه في سياقه الاجتماعي والطبيعي، إلا أن الحب الذي يطمح إليه كل عاشق صادق جعل من عقيدته الحب هو الحب الذي لا لون ولا شكل ولا حجم له، إنه الحب المائي. الحب المائي هو ما نقابله في نافذة على الغيم، إنه يتمظهر بحسب الوعاء العاطفي الذي يتشكل فيه ويحتويه. هذا الحب الذي سنحاول مقاربته من خلال ثلاثة عناصر مركزية: العنوان والمضمون والشكل. أولاً العنوان، ما يلفت النظر في رسائل عبد العزيز أمزيان وما يميزها عن الرسائل المتبادلة بين العشاق قديماً هو الأداة التي استعملها في كتابة الرسائل وعملية التواصل. العنوان مقتطف من مقطع ورد في الرسالة 26، يقول فيه: عزيزتي عبق الزهور، ها هو الليل طفق يزحف ناشرا جناحيه على المدينة، أجلس كعادتي على كرسي قبالة شاشة الإنترنت في البيت، وعلى جانبي الأيمن نافذة أنا أرى من خلالها من حين لآخر الغيوم التي طالما حدثتك عنها في أغلب رسائلي، إنها تقبع أمامي في الأفق كسرب ضباب عائم بعضها يتسلق روحي فتنساب المشاعر الرقيقة. الرسالة 26 صفحة 57-58. الكاتب العاشق يتبادل رسائل العشق مع معشوقته باستعمال الحاسوب الانترنت. توجد ها هنا مفارقة بين عالمين، عالم تكنولوجيا العالم الصناعي الذي يقف أمامنا جامدا قاسيا صلبا يتحكم فينا، وعالم الكاتب العاشق الزاخر بالعواطف الهشة والفطرية والطبيعية. مفارقة أخرى تتجلى بين الغرفة المغلقة التي تضم جسد العاشق والعالم الخارجي المنفتح، حيث الغيم المتراكم يتمدد في الفضاء، وحدها النافذة تسمح بالتواصل بين العالمين. رغم أن الجسد مقيد إلى كرسي ومرتبط بأداة صناعية، فالروح منفلتة تخترق المادة لتسافر في الغيم الذي يلهم الكاتب ويمنحه إمكانية اختراق سجنه وتكسير قيوده. ثانياً المضمون. واحد التجنيس، تنتمي الأضموم إلى ما يسمى بأدب الرسائل، وهي رسائل مخصصة لموضوعات الحب أو ما يسمى بالرسائل الغرامية، وهي فن أدبي قديم. لكن السؤال هو: ما نوع الحب المعبر عنه فيها؟ هل هو حب عذري، رومانسي، وجودي، صوفي، أم هو كل هذا؟ الإجابة عن هذا السؤال يقتضي استقصاء ما يميز هذه الرسائل على مستوى المضمون وعلى مستوى الشكل. جوج، لماذا كتبت الرسائل؟ تأتي أهمية السؤال لأن الإجابة عنه تضيء لنا جانباً من الأهداف التي يود الكاتب تحقيقها من هذه الكتابة أو من هذا الجنس. يجيب قائلاً الكاتب، يقول لنا: قصائد الغزل والعشق العذري هي القصائد التي خلدها التاريخ وظلت تحفر عميقاً في قلوب العاشقين على مر العصور والأحقاب. الرسالة 3 صفحة 11. الحب الذي ينزع إليه الكاتب هو الحب العذري الذي يقرنه بالرغبة في تخليد العواطف والمشاعر الإنسانية نظراً لنذرتها، ومن هنا تكتسي هذه العواطف قيمتها. ثالثاً وظيفة الرسائل، إن تبادل رسائل العشق بين العاشق ومعشوقته تؤدي وظائف عدة على المستوى النفسي والاجتماعي والعاطفي والوجودي، ومنها تمنح العاشق الكاتب الراحة وتشعره بالخلود، تسعده لأن الرسائل تشعره بحضور المعشوقة وكأنه يراها رأي العين، تجعله أكثر رقة وهشاشة، تلين عاطفته وتجعلها أكثر حناناً ورهافة،
بهذه الرسائل يتقاسم مع معشوقتي عالمها الخاص ومعتقداتها وأفكارها ومشاعره، تنقذه من الانكسار والهزيمة والضياع، تمنحه الأمل والبهاء والحضور، ويقبل على الحياة بتفاؤل. 4. طبيعة العلاقة بين العكاتي ومعشوقته. في الحق صدوما جوجات وصولت على واحد جوج الرسائل ما فيهم السميات، قال لي ما عرفتوش كاينه ولا ما كاينه. قلت راه كاينين. طبيعة العلاقة بين الكاتب ومعشوقته، معشوقتيه. تتنوع هذه العلاقة بتنوع موقع الكاتب وحاجياته النفسية والوجدانية والوجودية وانتظاراته العاطفية. وتتمظهر المعشوقة في صور عدة، منها هي مصدر الإلهام والحلم فيحلق في عالم الإبداع بلا حدود، هي مصدر عطاء وكرم لا ينضب، فيها يتجسد الألم والأمل، بل دفعته إلى أن يعشق الألم، نصفه الثاني الذي بدونه لا يكتمل، فهي تقاسمه معاناة الوجدان والوجود، لأنها كل هذا امتلاك القوة والدهشة والسحر، لأنها كل هذا فهو مستعد للتضحية في سبيل المعشوقة، فغيابها يعني نهايته. 5. أوصاف المحبوبة. تتشكل المعشوقة وفق وعاء عاطفي شفاف يسنده خيال مبدع خلاق يبعث على التأمل المتأني للتواصل والاستكشاف. تتمظهر المعشوقة بأشكال وأوصاف وصور متنوعة، منها كاسم فهي تحمل اسمين، تقدر تكون جوجات ولا تقدر ما عرفش، المهم أنا هادشي اللي شفت، كتحمل اسم عبق الزهور ورحيق الندى. استأثرت عبق الزهور ب 24 رسالة، رحيق الندى ب 10 ديال الرسائل، ووردت رسالتين غفلا من الاسم، ومن المحتمل أن تكون موجهة إلى عبق الزهور بالنظر إلى السياق الذي وردت فيه الرسالتين، وبذلك كتكون عبق الزهور قد استأثرت بحصة الأسد. كأوصاف وسمات إذا كاسم لا كتبوا بلا خبر براتو ولا بلا كتبوا هو ما فراسو كاعش يكتب، هذا هو المشكل ديال المبدع. المشكل ديال المبدع هو هذا، راك عارف انت كل شيء، راك عارف كل شيء، بطبيعة الحال هو كيكتب انطلاقا من آليات أخرى، القارئ الناقد كيقرأ من خلال آليات أخرى من خلال الواقع. الناقد يحاول أن يعقلنا العملية الإبداعية بطريقة ما، المبدع هو يحاول أن يجعل الكتابة أكثر حرية وأكثر انطلاق. وكأوصاف وكتظهر كذلك كأوصاف وسمات ونعوت، فهي نورسة لا تشبع من الرقص بعيدا عن شمس الفرحة. هذه الصورة الجميلة ديال الخيال ديال السي عبد العزيز. نورسة لا تشبع، شعر هذا، شعر هذا، نورسة لا تشبع من الرقص بعيدا عن شمس الفرحة. كتبان كذلك حلما أخضرا، كتبان طفولة يانعة، كتبان ينبوع الجمال. من الصور الجميلة كذلك كتبان قمر ينام على غصن. من الصور الجميلة كذلك تبدو أهازيج الشمس الصافية. كتبان كذلك حلم المطر. كثير من الأوصاف الجميلة. إن المعشوقة تأخذ أبعادا وأشكالا وفق خلجات الكاتب ونبضه وأحلامه الصاحية وتخيلاته الجامحة، هي جزء من أحلامه المطمورة، وهي من يكشف على هذه الأحلام وتمنحها أفقا للتحقق. يقول أراك ببهاء البلد وجمال الغابات الغائرة في الماء والضباب والألوان الشفافة والأشكال المطرعة بالضوء. الرسالة 10. ثالثا الشكل. تسهم اللغة والصورة في إغناء الجانب الجمالي في الرسائل، فاللغة تتميز بشاعرية عالية ينتقيها بعناية فائقة، وقد أسعفته خلفيته الإبداعية بصفته شاعرا ويسرت له المهمة.
كما اعتمدت الصور البيانية على المجازات والاستعارات والتشبيهات والكنايات لصوغ المعنى وتوصيف حالاته ومشاعره، إضافة إلى ما يتميز به من خيال خلاق. على مستوى اللغة، ثالثاً، يستمد معجمه من حقول دلالية متنوعة، وهو يتراوح ما بين ألف المعجم الصوفي، يقف المعشوق أمام معشوقته كما يقف المتبتل أمام معبوده، فتكثر المفردات ذات المعنى الصوفي مثل ما أنت معاني الوجود، أنت الروح، العطر الملائكي، الحلول المتصوفة، الخلود، الفردوس الملائكي، الخشوع، التضرع إلى آخره. معجم معاناة العشق الذي نجده متواترا في الكتابات ذات الطابع الرومانسي مثل الحب، الود، الشمق، الشوق، خفقان القلب، الدمع المتهاطل، الدموع الساخنة، الأنين. معجم مرتبط بالطبيعة التي شكلت منبعا لا ينضب، يستمد منه العاشق إلهامه ويشكل صوره، فاستعمل فواكهها وكائناتها الحية وحدائقها وغاباتها، كنجد مثلا الليمون، البرتقال، التفاح، القرنفل، الورد، الفراشات، العصافير، سنابل القمح، النوارس. كما حضر معجم الماء بشكل ملفت وفي جميع تشكلاته ومظاهره لما يرمز له هذا العنصر الطبيعي من خصب وحياة ونمو وتجدد وبعث، فنجد مثلا السحاب، الرذاذ، البحر، المطر، الموج، الندى، الغدير، الشلال، السواقي. معجم مرتبط بمناطق خاصة من جسد الإنسان، حيث يكون العضو مكشوفا ويختزل عنصر جمال كالخد والوجنة، العيون، الحواجب، الرموش إلى آخره. على مستوى الصورة، ما أن تبدأ في قراءة الرسائل حتى تجد نفسك تلاحقك صورا شعرية زاخرة بالإنزياحات المبتكرة التي توحي بخيال مبدع وروح تواقة للجمال والبهاء. ومن هذه الصور الجميلة والمبتكرة فعلا مواويل الروح، حلم المطر، تمضغ نشيد السكون، عناقيد الحلم الأخضر، يحط في كفي الشفق، سنابل الشوق، جرح رصيف العمر، تفاح بساتين القلب إلى آخره. على سبيل الختام، تتأتى قيمة رسائل عبد العزيز أمزيان في أضمومة نافذة على الغيم بما تقدم هذه الرسائل من قيم فنية وجمالية على مستوى الأسلوب والشكل، وقيم إنسانية نبيلة من خلال ما تزخر به من عواطف نحن في أشد الحاجة إليها اليوم، مرتبطة باليوم الذي أصبح الإنسان فيه مرتبط بكل ما هو مادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.